السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. مرحبا بك للا. عافاك، انا عندي ثلاث المسائل بغيت نسول فيها. مرحبا. ربي يخليك. انا انسانه مطلقه، طلقت الملوله، عندي ولد، وتزوجت واحد راجل، ولدت معاه وليد. ملي ولدت معاه وليد طلع هوايا، يعني طلع كيدير لا دروك، طلع كيدير بزاف الحوايج اللي هما خايبين. المهم تكرفس عليا مزيان هو وعائلته، بحكم انه ما عنديش رجاله في كتافي تحقرت. ملي طلقت خلصت واحد مبلغ كبير بزاف ديال الفلوس بعد خديت طلاقي. كنت حامله واحد البيبي في كرشي، يعني ولاو كيدو ليا داكشي ديال السحر. يعني انا من نوع، يعني من نوع يعني اللي داك المجال يا رب تحفظني منه، عمري ما فكرت فيه ولا عمري غنفكر فيه ولا غنتجه ليه، حتى باش نضطر راسي داكشي انا ما كنمشيش ليه. تعرضت يعني الابتزاز، الحقره مشى ليا رفقي واهم حاجه الحقره. المهم طلقت من داك السيد، تنازل ليا على الولد المقابل واحد مبلغ كبير ديال الفلوس اللي خاتو. الله انا بحكم انه انا بوحدي ما بغيتوش كل مره يجي تكرس عليا يشواني ولا ياخذ ولدي ويمشي بي ويتعطل. انا واحد الحاجه بغيت نقول لك عمي مرغوز، يعني عندي امامي بزاف واخوال بزاف، ولكن غير بالسنيه. انا عندي عمي واحد، انا عندي واحد الخلاط درت مع الله سبحانه وتعالى، وانا كنقول لهم فهمتي انه ملي غنطلع عند الله هذاك الساعه بينو وبين الله. الغلط اشنا هو؟ انه هذا الولد هذا ما حطيتوش سميتو الطاح، حطيتو بسميتي. علاش؟ حقرت حكرت وشريت ولدي، شريته وهذا، وتكرفست وتظلمت وتنفح بيا الارض. يعني ما غاديش تكد ليا من بعد هادشي كله. وهو يا فهمتي هو هذا موضيني على واحد الورقه انه ما عنديش الرصير، يعني متنازل على جميع حقوق ديال الولد، على حقوقي، على كل شيء. ما يعني ما يمكنليش هادشي كله نجي ومتيني ونقدمو له بصينيه من ذهب. يعني انا هذا هو الغلط اللي درت مع الله سبحانه وتعالى. كيقول لك انه خاص وتحط مثل الاب ديالو، ولكن انا راه ما يمكنليش. يعني واخا تكون مثلا يعني انه غنخرج من المبلغ، اما ربي ما كيقبلش في الظلم. وربي غادي يعني امشي، انا ربي كان معايا كيفاش كنت، مع انه الانسان هذا يعني كان يعني اقل مني من المستوى، وبغيته وهو حتى عنده ونويت معاه حياه شريفه وحياه مزيانه. مي مالوغوزمون هاد يعني هادشي اللي كاين. وحاجه اخرى اللي يعني اللي انا عاوتاني مع الله، ما كنبقاش ندير الفولا، كنتمنى واحد النهار يعني تحجبت انا يومي ونتخسر وندير الفولا. ما كنديرش شي حاجه خايبه ابارتو، ما كندير حتى شي حاجه خايبه. وبغيت لك واحد الدعوه يا ربي لله، الله يعاونني باش نكون مع الولاد. لحقاش هاد الولد ثاني يعني عنده واحد الاعاقه جسديه وخاصو مصروف الحمد لله. يعني انا من النوع يعني ما نقدرش نطلب من شي حد ما ابدا، وكنطلب من ربي يعاونني على وليداتي. يعني بغيت نقرب احسن القرايه وربي احسن التربيه، ويعني وقربني الله سبحانه وتعالى. وش نقول لك؟ وما عندي حتى شي عدم غير الله سبحانه وتعالى. كتاب مهربي جناوح ما كاينينش، وبقى فيا داك الحكره ديال داك السيد. عرفتي دابا دازت على سنين وسنين، ولكن بقى فيا داك الحكره. وكان مع انه عمي يعني كان بامكاني اجي، كان بامكاني اجي يعني بجميع الطرق، لانه خفت من عقاب الله في ولادي. لحقاش ملي كتأدي شي ولد الناس يعني مع المونتاج يعني كيجيبوا لك غيأدي لك داك الوليدات. الله يحفظ يا رب. هو هادشي يعني بغيت واحد الدعوة ديال الحق. واليوم يا ربي يا بنتي نعيمة. وإيماجين يعني أنه شحال وأنا كان يعني شحال وأنا كنتصل بكم، وعمرها ما سقطت لي الخط حتى اليوم. وهذا وغيرته من حياتي بزاف، ولا عندي واحد الأمل بزاف، ولا عندي واحد يعني الحمد لله واحد الإيمان ديالي ولا قوي. ولكن مرة كتزيد لك الهزة. فهمتي تقول مثلا انا واحد ما نبقاش عندي تشوف بما هندري عليه. فهمتيني انه هيك انا ما رضاش نقول شي حاجه اللي ما عنديش، ما رضاش نمشي نسلفني. يعني كي
ندير مع هاد الولاد؟ يا ربي عاوني عليهم، يا ربي قويني، يا ربي يا ربي انصرني، يا ربي احفظني من شر، يعني هاد الشخص اللي باقي دابا كيتزاني الله يحفظني من شر. اللهم امين يا رب، اللهم امين. بنتي نعيمه الله يحفظك لنا نعيمه، شكرا لك بنتي فتحتي لنا قلبك وحنا قلوبنا معك. احنا ملي كنسمعوا بناتنا واخواتنا كيبكي وكيشكيو كنشعروا معهم بالالم وكنطلبوا الله سبحانه وتعالى يخفف ما نزل. لاله نعيمه هذا الشيء اللي وقع لي كله، يعني الا بغينا نحللوه ونناقشوه نحاولوا نمشيو الى النقطه البسيطه باش نقدروا نفهموه ونستوعبوه ونتجاوزوه. هذا الكلام اللي قلتي هو سنوات ديال المعاناة وديال الألم وديال الصراع وديال الحجرة وديال كلام كبير، لكن باش نتجاوزوه الآن خصنا نفكروا أننا نديروا خطوة إلى الأمام ونسوا الماضي ونعيشوا الحاضر ونستشرفوا المستقبل. بغيتك بنتي نائمة تعبري ما وقع لك هو قضاء وقدر، قسمة ونصيب، لأن هكذا الحياة الدنيا. راه الحياة الدنيا عند الله تعالى راه كتساوي ثلاث دقائق عند الله. راه بحال ملي كتشوفوا واحد عزكم الله واحد الناموسة، شحال كتعيش الناموسة؟ كتعيش ليلة واحدة أو ليلتين. كذلك الحائقة ديال الدنيا راه ثلاث دقائق. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يوم واحد عند الله كألف سنة. وفي آية أخرى قال كخمسين ألف سنة، بمعنى أن العمر ديالنا احنا اللي كيساوي 60-70 عام راه لا يتجاوز ثلاث دقائق أو ثلاث ثواني بالأحرى. يعني نحاول ما أمكن لا نعظم الدنيا في قلوبنا ولا نعطيها أكبر من حجمها. الدنيا قصيرة وسريعة وهكذا هي متقلبة. هادشي اللي وقع لك بنتي راه كان سيناريو مكتوب، أنك غتلقي مع الزوج الأول وأنك غتعيشي معها المعاناة وغتولدي معها واحد وليد وغتضطري تطلقي، ثم غيكون عندك أمل تلاقي مع الثاني تلاقيتي معه ربما في ظروف جميلة وقلتي ربما هذا هو الذي سوف يعوضني عن الزوج الأول وغادي يكون أحسن منه، وشفتي في واحد صورة حسنة، ولكن فيما بعد تبين بأنه كيستعمل المخدرات وكيستعمل الدروغ وغيرها، وأكيد أن هذا غيكون عنده ما يكونش أب يعني أب مناسب، غادي يكون عنيف وخسو المال عايز لي حياة السهر وغادي يكون غائب على الدين وغادي يكون بسرعة غيستعمل التعنيف وغيكون الهدف ديالو مادي، لأن الدروغ اللي دخل الجسد كيغير الفكر، كيقدر يكون هو في أصله طيب ولكن لما يدخل له المخدرات أو الخمور أو هاد المفترات كتغير الإنسان نهائيا وكيعود غير قابل للتعايش. هادشي اللي وقع لي كله بنتي نعيمة راه كان سيناريو مكتوب ملي كنتي مازال في عالم الذر. قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. ربي قال لنا ما تبقاش تأسف على ما فاتك وما تفرحش بزاف على ما أتاك، هذه وصية ربانية باش يقول لي من الدنيا كلها تافهة وقصيرة. هذا الشيء اللي وقع لك لما كنت جنين في بطن أمك كتب لك كل هذا. لما يكون الإنسان في الأربعين الثالثة من يجمع في خلق أمه في بطن أمه أربعين يوما ثم يصير علاقة ثم مضغة فيبعث الله إليه ملكان فينفخان فيه الروح ويؤمران بكتابة أربع كلمات أجله ورزقه وشقي أو سعيد. هذا الشيء اللي وقع لك كله بنت نائمة كان مكتوب وما عليه رب. لو أنك رجعنا بك إلى الوراء قلت يا ربي أعدني واحد 20 سنة إلى الوراء ونعود نرتب حياتي من جديد غتوقع في نفس الأخطاء لأنه سيناريو مكتوب وسوف يقع. ماذا علينا إذا أن نفعل؟ علينا أن نسلم الأمر لصاحب الأمر، يا ربي هذا الشيء اللي وقع التسليم، ونحاول ما أمكن ننسى الماضي ننساه، ولكن ذاك الماضي اللي فيه ألم راه عندك فيه الأجر والثواب الكبير. كل ألم اللي داز عليك وكل المعاناة اللي داز عليك راه كلها بصبرك مأجورة، ويوم القيامة راه ربي كينصب المحاكم. تقدر المحكمة الدنيوية لا تنصفك، ولكن يوم القيامة في المحشر ربنا يضرب ثلاث محاكم كبرى، محاكم كبرى، الغرفة الأولى والغرفة الثانية والغرفة الثالثة. إحداهما الأولى خاصة بالدماء،
داك اللي كيقتل الارواح بغير سبب وكيسفك الدماء. هذيك محكمه عظمى خطيره جدا، غيجتمعوا فيها الملايير ديال الخلق وغيبداو يتحاكموا بيناتهم امام الحق سبحانه وتعالى. لا محامي ولا دفاع ولا وكيل الملك ولا رقابه قضائيه ولا هم يحزنون. بينك وبين الخالق تشهد عليهم ايديهم وارجلهم بما كانوا يكسبون. والمحكمه الثانيه هي المحكمه ديال الاموال اللي كيجمع المال من الحرام واللي كينصب على الناس واللي كيسرق واللي كيدير، هادو كلهم غيتجمعوا توا بالملايير، غيتجمعوا امام الحق سبحانه وتعالى وغادي يتحاسبوا عن مالك من اين اكتسبته وفيما انفقته. ثم المحكمه الثالثه هي محكمه الفروج. الراجل مع المرأة تلاقوا بعضياتهم، خدعها ولا خدعته، شكون اللي خدع الآخر؟ ربي اللي عالم بالأسرار. ديك الساعة ربي عز وجل لا يكشف الأشياء، فهناك محاكم لهذا الإنسان عليه أن يتبرأ من هذه الأشياء في حياته قبل مماته. حاكموا أنفسكم قبل أن تحاكموا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. على كل حال لنعيمة، هادشي اللي وقع لك هو فوق الطاقة ديالك. انت خذيتي هذا الوليد ودرتي في الاسم ديالك، هو الاصل الابن ينسب لابيه، وربما هذه خدعه انطلت عليك انك اعطيتي اموال كثيره باش يتنازل لك على ولدك. راه ما غيتنازلش على لا. اللي شفنا في الحاله الانسانيه ان الدري غير كيكبر شي شويه هو كيكون في صغره ميال الى امه، ولكن لما يصل الى سن المراهقه يعود ميال اكثر الى ابيه. هو سوف يبحث عن ابيه، ضيعتي فلوسك، غادي يبحث على الاب ديالو، وغادي يكون ربما الامور اخرى كتغير من المستقبل. على كل حال بغيتك بنتي نعيمه ان تستقوي بالله. الا كنتي كتشعر بانك ضعيفه وغير قادره على مواجهه الزوج ديالك والطليق ديالك الاول او الطليق الثاني، وغير قادره على مواجهه مصاعب الدنيا ومشاكلها وهمومها، وما عندك حتى واحد اللي يحميك، واخا كاين الاعمام وكاين الاخوال والناس كل واحد نار مع راسه كيقول نفسي نفسي، انت شكون اللي غادي يكون معك نعيمه؟ غيكون معك الله. لهذا الوصيه الذهبيه، استقوي بالله، استقوي بالله، اطلب القوه من الله، وسوف ترين العجب، العجب العجب. اذا كان الله معك من يستطيع ان يكون ضدك؟ من يستطيع؟ والله رايت اناس كانوا مع الله وجاو بعض الناس كانوا ضدهم. عرفت وقع لهم؟ يعني احترقوا. سبحانك الله، ربي عز وجل يبعث إليهم عدوا من أنفسهم وكيخلي الآخر يمر بسلام. من كان مع الله كان الله معه، ومن استقوى بالله لن يستطيع أحد أن يؤذيه. أسأل الله الكريم للا نعيمة أن يفرج همك وأن ينفس كربك وأن يعينك على تربية هؤلاء الأولاد، وأن يسخر لك في الطريق ديالك أفضل وأنبل الخلق. انت كنت غير محظوظة السنوات الماضية، ربما التقيت بأناس لم يكونوا في المستوى وأنهم ربما آذوك. نطلب الله سبحانه وتعالى يلاقيك فيما يستقبل بأناس من أهل الخير وأهل الخلق وأهل الطيب وأهل الكرم وأهل الجود، ربنا يسخرهم لك. وسبحان من سخر هذا لهذا، الله يقر العيون ديالك بوليداتك، والله يرزقك المدد والقوة الجسدية والقوة الروحية، والله يشعل نور الإيمان في قلبك، وان شاء الله ترى فيك الايمان. وملي غتزيدي الى الامام مع العباده ومع الحجاب ومع الذكر ومع الرفقه الطيبه، راه حياتك ان شاء الله غتبدل. عندك تحبيب بان هذا الشيء غادي يبقى، راه دوام الحال من المحال. ان شاء الله تعالى كما احسن فيما بقي كذلك يحسن، كما احسن فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي. اسال الله تعالى ان يحفظك ويرعاك ويبارك فيك، وان يمهد لك الطريق، وان ياخذ بناصيتك الى البر والتقوى، ويلاقيك مع الطيبين والاخيار، ويفتح لك باب الرزق وباب العطاء، ويبارك لك الله في الوليدات، ويصرف عنك السوء والبلاء، ويجعلك الله تعالى في حفظه وصيانته وعنايته. قولوا معنا جميعا امين 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 يا ربي يا كريم.